انت رجعتي تضربي تاني؟ يا دي النيلة، هو انا كل ما اقول لك حاجة تقولي رجعتي تضربي تاني؟ ما كانتش مرة وقت الجامعة. ما هو الكلام اللي بتقوليه ده ما يقولوش حد عاقل. مستحيل طبعا، بطلي عبط. فكري فيها بس، مفيش غير سكيورتي واحد والكاميرات عطلانة وراجل ما بيقبضناش غير ملاليم، وممكن نتبرع بربع المبلغ يعني خير. فعلا؟ فدي اقنعتيني، احنا كده مش بنسرق، احنا بنعمل عمل خير وهنكسب ثواب كمان. بالظبط. بالظبط ايه يا متخلفة انتي؟ انتي سامعة نفسك بتقولي ايه؟ ماسكات ومسدسات ونسرق؟ لا، واضح ان الافلام اتفرجي عليها دي لحست دماغك. ولا انتي شكلك اللي عايزة تفضلي هبلة وعبيطة وجبانة. طبعا لما يبقى عندي عيال وبيت لازم ابقى جبانة، وانتي كمان لازم تبقي جبانة. انتي ناسي ان عندك ولد؟ انتي متخيلة نفسك تقدري تعيشي يوم من غيره لو اتقبض عليكي؟ ما انا فعلا هعيش من غيره. انتي ليه بتقولي كده؟ اياد عايز يرفع عليا قضية حضانة. بجد يا ندى؟ انا ما كنتش اعرف. طب ليه ما قلتليش؟ على الاقل كنت ادور معاكي على محامي. الفكرة مش في المحامي، الفكرة ان انا محتاجة فلوس كتير عشان اقدر اسيب الشغل واتفرغ لكريم واعرف انقله مدرسة كويسة عشان لما اياد يرفع القضية ما يكسبهاش. طيب عادي، نحاول نتصرف ونشوف نجيب لك مصاريف المدرسة دي منين. اكيد هنعرف نتصرف يعني. اكيد، والنبي تنيلي وخليكي في الاقساط اللي عليكي. ايه ده؟ ايه البت الجامدة دي؟ بنت جامده نديوزه، في ايه؟ ما تخلينيش ابتدي اشك فيكي. وانا مالي يا اختي، دي موديل بتاعه الاعلان بتاع اجنس العربيات بتاع جوزك. بجد؟ وريني كده. دي مش موديل، دي السكرتيره بتاعته. السكرتيره؟ قلتي لي جايب لانجيري بكام؟ 20,000. يا خيبتك يا خيبتك. قسم اللانجري. يعني مفيش طريقة تانية؟ أنا آسفة والله يا فندم، دي سياسة المحل، أنا ما أقدرش أطلع أي فاتورة إلا لو العميل هو اللي جه استلمها بنفسه. أيوة بس دي مدفوعة بالفيزا بتاعت جوزي. أنا آسفة والله حضرتك، كده هتعملي لي مشاكل. طب على الأقل ممكن تلاقي لنا بس القطعة؟ أنا آسفة برضو مش هينفع. طيب بصي يا أنسة سارة، أنا عاوزة أفهمك على حاجة. المشكلة إن الحاجة دي أنا كنت مخليها جوزي يشتريها لصاحبتي علشان فرحها، وأنا كنت مشغولة معاها قوي قوي في التجهيزات، فاكرة؟ أيام فرحها، وهو جابها لها وأنا ما كنتش شفتها يعني، وهي كانت عجبها قوي قوي وكانت فرحانة بيها، بس للأسف بقى هي اتقطعت. المقاس علشان يبقى مظبوط كان هياكل منها حتة. أهم حاجة دي المقاس. طب ما حضرتك ممكن يعني تسأليها بنفسك؟ صح، انا فعلا ممكن اسالها بنفسي، بس ما هو للاسف انا مش عارفه اسالها بنفسي علشان هي عملت حادثه، فاكره؟ حادثه كبيره جدا، دخلت فيها التريلا وهي واقفه في الزفه لانه كان اوت دور الفرح. مش قادره افتكر، مش قادره افتكر. التريلا كانت قد كده، كبيره جدا يعني، دخلت فيها وهي دلوقتي في غيبوبه. غيبوبه جامده طحن. حتى كل حاجه اتطحنت جوه العربيه يعني، مفيش حاجه فضلت. يا عيني حالتها صعبة جدا، مش عارفين هتقوم منها ولا لا. لا يا ندى، خلي أملك في ربنا كبير، إن شاء الله بس أنت هتقوم وهتفوق وهتلبس اللانجري ده تاني، صح؟ مشكلة إنها كانت لابسة اللانجري ده تحت فستان الفرح، ده لانجري بتاع يوم الفرح. ولما دخلت العمليات اضطروا يقصوا فستان الفرح باللانجري اللي تحتي. مش قادرة أفتكر المنظر، مش قادرة. عشان كده إحنا محتاجين نجيب لها زيه بالظبط، عشان لما تقوم بالسلامة تحس إن مفيش أي حاجة حصلت. يا ربنا يقومك بالسلامة يا بوسي. بسنت، ما احنا بنلا هنقول لها يا بوسي. أيوة بوسي. طب بصوا، أنا هقولكوا على حاجة، أنا بصراحة القصة دي فكرتني بواحدة صاحبتي زمان قوي، كانت راكبة مع صاحبها على المكنة وماشيين على كوبري الخشب، اتقلبت بيهم المكنة وماتوا الله يرحمها. وكانت لابسة اللانجري برضو؟ لا ما كانتش لابسة. لا
الحمد لله. بس انا بصراحه كان نفسي اساعدكم، بس انا مش هقدر اساعدكم ولا هقدر اطلع لكم الفواتير. بس انا ممكن اوريكم الحاجه اللي هو جابها لها وتجيبوا زيها بالظبط. يا ريت. ماشي هروح اجيبها. شكرا. ايه رايك صدقت الخطه؟ انا اتأثرت بجد. ان شاء الله تطلع الحاجه بتاعتك انت. يا رب. قلقان كيف هتطلع بتاعتي؟ مقاسي جايه جايه. هما دول دول اكس مول حبيبتي. دي اكس مول. ازاي استحملت التريلا؟ بس امي شوربه لازم تاكلي لو سمحتي. انت ما اكلتيش حاجه وهتتعبي وعماله ترجعي. دوقي. قلت لك عليها ملح وفلفل. ممكن اعصر لك ليمونه كمان زي ما بتحبي. انت ممكن تاخدي واحده لو سمحتي. ايه الساعه عشان تفتحوا الباب؟ بقول لكم ايه، انا جبت دونتس وادم عنده شغل. ويلا بقى شوف هنتفرج على ايه. في ايه؟ مين مات؟ في ايه؟ مين مات؟ نادر. نادر مات؟ طب هي زعلانه ليه؟ ما خانها مع السكرتيره. ايه؟ خانها مع السكرتيره يا ابن الكلب. طب والله العظيم انا حاسه من الاول وهو بقول لكم وانتوا ما تسمعوش كلامي. صح؟ صح؟ هاتي. معلش يا حبيبتي انا حاسه بيكي. معلش معلش. طب قولي لي عايزه ايه؟ طيب شكوش. ايه اوكي حاضر. ندى حبيبتي شغالي لها حسن شكوش. عايزه شكوش. طب حاضر. تقولي تنكسر معايا؟ لا 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 دي مر عليها احنا مالناش دعوه. احنا ايه؟ في واحدة تانية؟